نكون معنا في مباشر جديد. اجيو تسمعوا معنا واحد القصه ديال واحد الراجل ما شافش وليداتو 9 سنين وهو تيعاني مسكين الفرق ديالهم. جيو معايا وسمعوا معايا شنو غادي يحكي لنا السي زكريا. السلام عليكم سي زكريا. السلام ورحمه الله. انا كنت مجوج اختي بواحد السيده تقريبا هذه مده ديال 9 سنين ديال الطلاق زيد عليها 5 سنين شي شحال كتعطينا 14 عام. عشت معها مده ديال 5 سنين او 6 سنين. طلقنا على الورقه ديال الطلاق ها هي ياك يعني 9 سنين هذه باش طلقنا تقريبا 9 سنين هذه شي شهور فتقريبا واحد العام ما بلغتني لا على نفقه لا على والو. صراحه ما غاديش نكر دابا انت ما تتخلص نفقه لا والو اللي كنقولوا ما عمرها دعاتني. مشيت فات واحد الشهرين من وراء الطلاق صيفطت الوالده والوليد ردوهم ما استقبلوهمش. من هذاك النهار حلفوا والديا ما بقيش وصلوا تما وليت انا اللي عايش في المرار. كنمشي نسول ما كنلقينش اللي جاوبني. كنتفاجئ بالناس ديال الحومه الفاعله التارك انت كذا انت كذا الحومه ديالهم ديال السيديوب الحومه ديالي بعيده ما ساكناش هي انا كنت ساكنه في سيديوب فامها وارثه شي بيتون نص المهم شي جبيت لذاك الشيء وسط الدار ديال الوارثه وساكنين تما ساكنه هي وامها وديك الساعات كانت اختها وكانت واحده اخرى وكان واحد اخوهم عاد زياده على الطريقه ديالي على زياده على جوج وليدات. وهذيك الدار كتشمل تقريبا واحد 4 ديال العائلات اللي كتشمل. تقدروا تمشيو تاكدوا وتسولوا راه كاينين الناس تما راه عارفينهم وكذا. ما علينا كيردوني كنرجع بحالي كنصبر نوبه كليت العصا واحد الخطره راه دقيت عليهم وجروني لداخل وجيبوا البوليس وداروا لي جنويه موس اي تهموني به قالوا لي راه جايبو معاه ما عرفتش بغا يدير لينا. المحضر ديالو راه كاين في قشيش فين كانت دار وكانوا بغي يديروا معايا التزام بعدم التعرض مع المهم شي حاجه كانوا بغي يديروها معايا. المهم داك الشيء خرج بسلام. شنو هو بسلام؟ هو ما باقيش توسول ما باقي تهضرش من تما ما باقي ما تجيش تما هذا هو اللي سميتو قالها لي انا تا هذيك السبه باش فوالا. زدت تم واحد العام تقريبا عام ونص كنت في أقاليم الصحراويه ديك الساعات كنت نقل ما بين الداخله والعيون وطنطان وكادير تنتبع داك الشط المرصا ديال السودور وكذا. ما علينا جيت لمراكش ثاني واحد العيد الكبير داز العيد نهار الاول مش نهار الثاني عيد مشيت سولت عليهم ما لقيتهمش في سيديو. مشيت لعند اختها سيدي سوسن ما لقيتهمش. قال لي هذاك خو راجل اخت هذيك الساعات سير للويدان. مشيت للويدان دقيت تنتفاجئ بهم كاينه الطليقه ديالي تما ما حلوا ليش الباب هضروا معايا من وراء الباب قالوا لي ما يمكنش تشوف ولادك سير في حالاتك. في هذيك الوقت انا قالت لي راه ما كاين طراجل في الدار تسنى حتى يجي شي راجل. بقيت كنتسنى حدا الجامع واحد نص ساعه تقريبا حتى كيجي الاب ديالها اللي هو كيمارس على ولدي سميتو المداعبه. هي نجيك من بعد ونحكي لك اي غنحكي لك من بعد هادشي ما متاكدش منه ولكن حاس به وسولت عليه الناس وكاين هادشي ماشي كان ما كانش الكذوب ياك فهمتني كيفاش. هادشي ما شتوش ما غاديش نكذب انا ما شت ما حضرت ولكن الناس قالوا لي واكدوا لي بزاف مزيان. وملي حللت انا هاد السيد هذا بوات الطريقه ديالي مشيت دويت معاه انا راه عندي شويه كنعرف الحدس ديال بنادم حاولت معاه بشي مسائل عرفت بانه فاعل هذا هو الواقع. غنجيو هذا الموضوع من بعد. كيجي لعندي الاب ديالها كيضربني هنايا راه الناس شاهدين في الويدان راه مازال تمشيو معايا ونوريكم دار بدار تما وغادي يشهدوا بالحق. هذه الواقعه راه وقعت هذه مده تقريبا 4 سنين وهرسوا لي النظاظر ديالي قبضوني شدوني مزيان تنتفوني 4 ديال 3 ديال البنات وجدهم وباهم انتفوني مزيان وطلقوني مع الطريق وانا تم غادي نجيب الرتا على قولي بيجيت هنا للدار الزيت صاكي في العشيه ركبت ثاني زدت في حالتي للصحراء. من هذيك اللي وقعت لي في العيد الكبير الى يومين الى 1 2022 في شهر واحد
رجعت نسيت ما باقي مرض هذاك المشكل، خفت لا ندير شي حاجه نرجع ليا ولا كذا، قلت بالك خليهم مش يديروا كاع بهم دراري صغار، انا نصبر بحقي ما نشوفهم. وما كانش كنتوقع نهائيا هذا الشيء غادي يكون في بالي نهائيا، ما ماشي حتى اخر حاجه كنتوقعها. كنت من عاد ما عندي هذه الفكره في العقل ديالي ان ابن عنده 10 سنين، عنده 10 سنين قالوا لي الناس عنده 3 سنين. ديك الساعات كنطيح حطو على الحجر ديالو هنايا ومع الدري الصغير يلا تفطم، واش فهمتني اش كندو معاك؟ يلا تفطم، هذاك اصلا هو محروم، مرته ما كتعيش معاه نهائيا، نهار ديت انا بنتو بنتو مرته ما كايناش معاه، محروم ما كيعيش اسمه الحياه كما ينبغي. وهذاك الدريري اش فهمتي اش كنقول كيمشي انت عندك خبر على الوليد ماشي حتى البنيه؟ عندي الخبر على الوليد، ولكن ملي تقاس الوليد راه حتى البنيه مقيوس، ما كنهضروش في هاد الهضره هادي. وما شاء الله هاد الشيء قالوا عليا ناس، وانا تيقنت منه بالحدس ديالو بالروح ديالي، ودابا كنتسنى البروف بيت المادي، بيت صحاب الماديين يخدموا يجبدوا لي ولادي. درت الشكايه ديالها والساده الله يعطيهم الخير خدامين معايا الصراحه ولله الحق، كاين المخزن في البلاد الحمد لله، عام هذا وانا كنعيش المرار وكنعيش كتحرض عليا الناس وكتحرض عليا الناس الحومه باش تشوه الصوره ديالي باش انا نهزم ونرحل. فهمتني اش كنقول؟ من الانسان كينهزم في واحد البلاصه كلشي كيقول له انت فاعل انت فاعل انت فاعل، انت كذا تركب في الطوبيس كتمرض، كتركب في تاكسي كتمرض، كندوي معاك راه لهاد الدرجه وصلات. واش اش غيوقع لك؟ واش ما غتسلمي وتهربي؟ ولكن انا ما سلمتش، طلب الله تعالى ورمضان كامل، ورمضان كنعقل دوزته كله وبكى والصلاة بالليل، كنطلب ربي تخرج فيهم الله تعالى الأذى ديالو، راه كاع اللي ظلمني جابها في راسو، واحد مول الحانوت كان تيتجمع عندو الناس هو في مباب الدار عندي مقابلة عند معايا، لا قانونيين لا رخصة له، ما شفت التصميم المعماري ومقابل معايا أنفاس. واش دابا ملي كتحلي أختي هذاك باب الدار ياك شتيه وكنقعد أنا في الصالون ديالي واش ما كاين أنفاس معايا؟ ها؟ والزنقة ما كتعداش 5 أمتار. ومشيت دعيتهم، ماشي ما دعيتهم في مجلس الامن في مقاطعه المناره باش يتخذوا الاجراءات في هذا المحل، ما اتخذوهاش، كتبوا لي تقرير بانه المحل مسدود، قالوا لي سير سدو، وجا التقني دار لي بان المحل راه مسدود. عاوتاني درت شكايه اخرى صيفطها لعند رئيس المجلس البلدي، عاوتاني كتب لي الجواب بانه واش كتب فيه؟ كتب فيه بانه عباره عن مرأب. واش هذاك اختي مرأب؟ ها؟ اش ما معنى مرأب؟ ما معنى مرأب؟ مرأب هو لكاب، هادشي اللي كنعرف انا. ولكن باش تيمسك هاد السيد؟ كيمسني كيجمع لي الناس تما وكيدوي عليا كيستفزني باش انا نرحل ونخوي انا هنايا ونتنازل على. واش جاي واش هي اللي تتجي لعندو؟ هي من طبيعة الحال هي اللي دخلت عندو المحل تما وحرضاتو وحرضو مجموعة ديال الناس وحرضو مجموعة ديال العائلات باش انا نتسب وباش انا يتقال فيا كذا كذا وتخسروا اموال اختي. اموال كندوي معاك ايه باش انا نتنازل على دوك الاولاد ونخليهم، راه دابا هذا هو اللي بغى يحمقني. ما عرفت علاش تحارب معاك هكا الطريقه ديالك؟ الله اعلم، ربما دوك الاولاد كيتستغلوا في شي شبكه، هادشي راه كاين اختي معروف في مراكش الله يرحم الوالدين، خليني نتكلم، هادشي راه معروف وكاين هنايا وكاينين الناس كيدافعوا عليه في العالم ولكن في المغرب كامل، ولكن هنا بزاف. بغيتي تعرفي البلاد ديالك اختي خرجي منها، سولي على راسك في بلاد اخرى، سيري للدار البيضاء وسولي قولي كي جاكم مراكش كي دايرين الناس مراكش وسول سمحي من الناحيه ديال من الناحيه من الناحيه الاخلاقيه سمحي لي سمحي لي انا مراكشي حر، عندي 4 جدود مدفونين في رياض العروس في الروضه اللي ولات جرده حدا السانكيام، ماشي كنسبوا ولاد مراكش حاشا ولله، واش نسبوا ولاد مراكش ولا نزل عاشور القبائل اللي خرجوا على هذا الشيء؟ عاشور القبائل على اللي كيدير بحال هذا الشيء هذا عنده اصل، الناس ديال مراكش راه طلعوا منهم علماء، خرجوا منهم دكاتره، خرجوا منهم رؤساء، خرجوا منهم ما عرفتاش، ولكن ما شاء الله البلاد مشات اللهم اغفر لنا ولا بي. نعطيك واحد مثلا، نعطيك انا دابا واحد المثل واخا بعيد عن الموضوع ديالنا، الله يجازيك بخير، مراكش تقريبا من اقدم البلدان في المغرب، ها؟ ها؟ تقريبا ها؟
علاش هي ما عندها لا نهضه لا في رياضه لا في كره لا في والو؟ شو فرقتنا فين ولات؟ هذا بعيد على موضوعنا. يا طرائف طرائف درتها باش واش عندي الحق ولا ما عنديش؟ ها فين هاد الكره؟ الدراري دابا كيخرجوا ما كيلقاش من فين يمارس، ما كاين لا تيران لا والو، كيخرج كيقبض الخشبه كيشوف صاحبو كبر منه كيقبض جوان. ماك اسمحي لي اسمحي، المنظومة ديال المنطقة عندنا هكا دايرة باش كتمشى. أنا ما خليتش شي بلاصة ما مشيت ليها، ياك سمعتني أستاذة، ما خليتش شي بلاصة ما مشيت ليها. المنظومة التربوية ديال هاد المنطقة هكا دايرة تربويين، لأنه والدليل على هذا هي. غادي نرجع للموضوع أنا شوي داكشي مر داكشي مقني اخويا قاعد ليا. انت مشيتي رفعتي درت الشغل يا اختي، درت الشكايات ديالهم راه استجوبوهم واحد بواحد، راه عيطوا ليهم. كاين المخزن في البلاد، لا المسطرة غادي الحمد لله، الله يعز رجال الامن، ما غادي نكذبوا على الله. المطلوب الحاجه وحده اللي كنطلب، الوليدات يحضروا يتعرضوا على طبيب شرعي، ياك يتعرضوا على طبيب شرعي، وإذا كانوا مقيوسين من حقين ديهم غادي نرفع دعوة ديال إسقاط الحضانة، وغادي نرفع دعوة ضد هذيك الطريقة ديالي، لأنه خيانة الأمانة والتستر على هذاك العرض ديال ولدي وبنتي وكاع اللي عنده علاقة. وهاد الناس اللي قالوا لك واش مستعدين يشهدوا معاك بأنه لا 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 للأسف هذا هو المشكل، ما كاينش اللي يشهد معاك. حاجة واحدة اللي بغي يشهد معاك هو الله عز وجل ودوك الولاد من اللي غادي يحضروا، وداك الشيء اللي غادي يلقاو فيهم 13 العام البنية والوليد عنده 10 سنين، من اللي تعرضوا على الطبيب الشرعي وغادي يتلقوا بأنهم كذا كذا، وغادي يتعرضوا على الطبيب النفساني باش يقررهم، ياك خرج منهم ديك الهضره يعطيهم الخاطر وكذا ويقروا، لانه راه ما يمكنش تقروا بطريقه واحد انسان عايش مع بابا مع ماما 13 عام وتجي انت ما عمرو شافك فهمتني ويعترف بك، راه ما يمكنش. يعلم الله اش قايلين ليه، يعلم الله قالوا لي بغي يقتلك، قالوا لي راه الا قبضكم غادي يقتلكم. ولا قال وما انا واش انا بنقتل ولدي؟ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واش بنقتل؟ هما دابا كيخرجوا دوك الافكار هنايا، سمعتيني الساده، كيخرجوا لك الافكار هنا باش يتداولوها هادو، ونسمعها انايا ونمرض انا في عقلي وننسحب، فهمتي؟ كيلعبوا على البسيكولوجي، كيلعبوا على العامل النفسي، وكانوا بينجحوا في هذا الشيء. اختي كون ما ربي تعالى اللي لطف بيا وزكاني وعطاني التزكيه من عنده، اللهم لك الحمد راه غادي بشوي بشوي. وكنشكر من هنايا السلطه كنشكرها بزاف. وقت ما عيطت 19 الحمد لله كيوقفوا عندي هنا، ما كنفوتش قسمين ربع ساعه كيجيو عندي، الصراحه ولله الحق. وكنشكر الدائره 20 مزيان، وكنشكر ثاني الدائره ديال باب غماس اللي قبضت هذا الملف هذا ودفعته للولايه، ودابا الامور راه كاينه في البيرو 214 كيتبحث فيها اصحاب التخصص، هما اللي كيبحثوا في هذا الشيء هذا. دابا راه اليوم مشيت سولت وقالوا لي بانه راه هذا الشيء باقي في البحث وباقي غادي نقلبوا عليهم وغادي نجبدوهم. حدهم قالوا لي الا عندك شي معلومه فين ساكنه جي علمنا، وانا ما عندي حتى معلومه. كيقولوا لي هنايا الملاح، شي كيقول لي الداوديات، شي تيقول لي المحاميد، وانا باش نبقى تنقلب واسمو ما يمكنش، لانه هذا كيفخ. كيقول لك هكا باش انت تقلب ودير ونجا وتمرض وكذا، لا نقعد ونمشي للمخزن، والمخزن راه ما بوات حد. الله يدير يا ربي يا مين اختي.